بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. موضوعنا اليوم هو البيدياتريك هارت فيلير، وده أهم وأخطر موضوع في البيدياتريك كارديولوجي على الإطلاق. ليه الكونجستيف هارت فيلير مهم للدرجة دي؟ لأنه important cause للبيدياتريك morbidity and mortality، هو بالفعل أشهر سبب للهوسبيتال أدميشن والديث ان children with heart disease. طب ليه كده؟ لان الكونجستيف هارت فيلير هو الفاينل كومن كلينيكال باسوي للبيدياتريك كاردياك ديسيز. اي مرض في القلب، مثلا كونجينيتال هارت ديسيز، روماتيك هارت ديسيز، كارديوميوباسي، فايرال مايوكاردايتس، اريزميا، في حاجه تاني ممكن ميتابوليك ومؤثر على القلب، او حتى سيستميك ديسيز زي السيستميك لوباس ولا الكوازاكي ومؤثر على الكارديو فاسكولار سيستم. كل ده المحصله النهائيه ايه؟ كونجستيف هارت فيلير. ايه الهدف من محاضرتنا النهارده؟ ان انا اشخص صح وان انا اعالج صح، يبقى لازم افهم المرض صح. محاضرتنا النهارده الباثوفيسيولوجي اوف هارت فيلير. تقول لي يا اخي هو الباثوفيسيولوجي هتعمل له محاضره لوحدها؟ ده احنا في اي موضوع كده بنعدي على الباثوفيسيولوجي ما بنقراهاش وبندخل على الدايجنوزيس والمانجمنت. اقول لك لو عايز اي مرض في الدنيا تفهمه وتعالجه صح لازم تعرف باثوفيسيولوجي صح. هديك مثال العالم كله عايشه دلوقتي، الكوفيد. احنا كنا فاكرين ان هو عباره عن نمونيا او ارتس بس، فكان العلاج منصب على respiratory support. بعد كده عرفنا ان هو بيأثر على blood coagulation، عشان كده عرفنا اهمية ال anticoagulant. بعد كده عرفنا اهمية ال cytokine storm، علشان كده بدأ يدخل ال anti-inflammatory وال interleukin antagonist. علشان تعالج صح لازم تفهم المرض صح، وكمان عشان تقدر تفصل لكل حالة علاجها. بمعنى في الأول في الكوفيد في الفيرال لود مش مهم، أو مش بدي الأنتي إنفلاماتوري في الأول، لكن بقى في مرحلة السيتوكاين ستورم ده مهم جدا أدي الأنتي إنفلاماتوري. وعموما في أي مرض في الدنيا عايز تعالجه صح لازم تفهم وتعالج الباثوفيسيولوجي بتاعه صح. زي أي مرض في الدنيا هنبدأ بالديفينيشن أوف هارت فيلير. آخر ديفينيشن بيقول لك في 2019 a good definition of congestive heart failure is elusive، يعني امر صعب التحقيق دلوقتي. ليه؟ لانه بيتغير مع الوقت. كل ما افهم باثوفيسيولوجي اكتر كل ما اعرف الهارت فيلير ادق واحسن، عشان كده بيتغير مع الوقت. طيب انت هتقول لي يعني مانجمنت، قلت لي باثوفيسيولوجي دايجنوزس باثوفيسيولوجي، حتى الديفينيشن يا اخي اعمل لك ايه؟ طيب هو المرض ده كده لازم نفهمه صح، لازم نفهمه صح عشان هنقدر نعالجه صح ونعرفه صح ونشخصه صح وكل حاجة تبقى صح. قول لي طب يلا بينا يا عم بقى نشوف الباثوفيسيولوجي. اقول لك يلا بينا. تبدأ قصتنا النهاردة منين؟ ان احنا في عندنا structural or functional cardiac lesion. الليجن ده هيعمل لي ايه؟ هيعمل impairment للابيليتي بتاعت الفنتركل ان هو to fill with or eject blood. طيب مش قادر يتملي او يدفع الدم، ده هيؤدي الى ايه؟ low cardiac output، ان ال cardiac output insufficient to meet the metabolic demand. طب ده هيعمل لي clinical picture manifestation، clinical manifestation. طيب والجسم هيقف ساكت عند كده؟ لا، ده هيعمل لي compensatory mechanism، الهدف منها ان هو يحسن ال cardiac output، يرفع ال cardiac output. تمام؟ طيب لكن مع مرور الوقت الكومبنساتوري ميكانيزم هيبقى ليها ايه بقى؟ ليها باد افكت او ديليتيريوس افكت، هتعمل لي حاجه اسمها كاردياك ريموديلنج، يحصل فايبروزس وضعف اكتر لعضله القلب. ده هيديني تاثير سيء على الكاردياك اوت بوت، يقل الكاردياك اوت بوت اكتر، وادخل في فيجاس سيركل يحصل لي ديليتيريوس افكت اكتر، وداني ماشي في الفيجاس سيركل اللي مش راضيه تنقطع لغايه ما في النهايه يحصل ايه؟ يحصل ديس. لو خدت بالك من الشريحة ديت انت عارف impairment of the ability of the ventricle to fill with or eject blood، عارف ان ده تعريف للهارت فيلير. طب الحاجة التانية، عارف ان الكارديك output is insufficient to meet the metabolic demand، ده التعريف التاني للهارت فيلير. طيب انا برضو من الشريحة دي عايز افهم الكلينيكال manifestation دي جت منين، وعايز اعرف ايه هي الكومبنساتوري ميكانيزم، وعايز اعرف ليه حصل deleterious effect مع انها في الاول كانت كويسة، وبرضو عايز اعرف ازاي الكاردياك ليجن ادالي الى لو كاردياك اوت بوت اللي عملت لي الكاسكيد الرهيب ده كله. يبقى من شريحه الباثوفيسيولوجي ده اعرف جبت الديفينيشن، اعرف الكلينيكال مانيفيستيشن، الكومبنساتوري ميكانيزم، الاستراكشرال والفانكشنال ليجن عملوا كده ازاي، وكمان مع تقدم الشرح هنفهم التريتمنت كمان يجي ازاي. فنبدا بقى بسم الله ونبدا شرح التفاصيل بتاعه الشريحه دي. المثال التقليدي اللي هو decrease contractility، الليفت فنتركل مش قادر يجكت البلاد سفشنتلي، ده بيقلل لي الستروك فوليوم. هيعمل ايه؟ هيقلل الكاردياك اوت بوت، ودي اول حاجه تحصل decrease the cardiac output.
تاني حاجة الليفت فينتريكل مش قادر ايجكت البلاد سفيشنتلي، يبقى الدم هيقعد شوية في هو هيتراكم شوية في الليفت فينتريكل، هيزود لي الاند دايستوليك فوليوم اند بريشر. الضغط ده يعمل لي باك بريشر، هيزود الضغط في الليفت اتريوم عن طريق البالمونري فين يوصل لللنج، هيعمل لي تاني حاجة اللي هي بالمونري كونجيشن. نيجي للرايت سايد، الرايت سايد الرايت فينتريكل مش قادر يدفع الدم برضو كويس لللنج، هيزيد الاند دايستوليك فوليوم اند بريشر في الرايت فينتريكل، هينتقل الضغط الباك بريشر للرايت اتريوم، هيتنقل للسيستميك سيركوليشن ويعملي تالت حاجه اللي هي سيستميك كونجيشن. الكاردياك اوت بوت هل الجسم هيسكت؟ لا مش هيسكت، ده السيركوليشن فيها الاورطه فيه اتنين حساس، تو سنسورز، اول واحد في اول الاورطه اللي هو الكاروتيد ساينس، وتاني واحد في اخر الاورطه اللي هو الجاك ساجلوميلر اباريتس اللي موجود في الكدني. الاثنين بيحسوا لو الضغط قل يبدأ يطلعوا ستيميوليشن عشان يعملوا ايه، يعملوا كومبنساتوري ميكانيزمز عشان تحسن الكاردياك اوت بوت ويقدر يتصرفوا. تمام، الكاردياك اوت بوت هل الجسم هيسكت؟ لا مش هيسكت، ده السيركيوليشن فيها الاورطه فيه اتنين حساس، تو سنسورز، اول واحد في اول الاورطه اللي هو الكاروتيد ساينس، وتاني واحد في اخر الاورطه اللي هو الجاك ساجلوميلر اباريتس اللي موجود في الكدني. الاثنين بيحسوا لو الضغط قل يبدأ يطلعوا ستيميوليشن عشان يعملوا ايه، يعملوا كومبنساتوري ميكانيزمز عشان تحسن الكاردياك اوت بوت ويقدر يتصرفوا. تمام، اذا المانيفستيشن اللي بتحصل في الهارت فيلير دي انا اتوقع انها ايه، انها مانيفستيشن لللو كاردياك اوت بوت، مانيفستيشن للبالمونري كونجيشن، مانيفستيشن للسيستميك كونجيشن، وكمان المانيفستيشن بتاعه الكومبنساتوري ميكانيزمز اللي هتشتغل دلوقتي. تمام، مع بعض ايه اللو كاردياك اوت بوت مانيفستيشن؟ هو اللو كاردياك اوت بوت ده طالع في الاورطه، معنى كده ان هيحصل ايه، هيحصل لو بلاد بريشر، هيحصل هايبو بيرفيوجن للتيشو، وكل اورجان في الجسم طبعا هيحس بالهايبو بيرفيوجن ده. هو طيب البرين وظيفته ايه الاول؟ ان هو التركيز والتفكير وكده. طب لما الدم يقل اللي رايح له هيحس بايه؟ دوخه، دروخه، مش فايق كويس، ممكن يحصل له حتى سينكوب، بيقول لك ديزنس، جيدنس. طبعا ده الكبير شويه اللي يقدر ايه يوصف الحاجات دي. طب الدم اللي رايح للقلب قليل يحصل ايه؟ شست بين. طب اللي رايح للعضلات قليل، العضلات ايه عايزه انرجي، في فتيج على طول، يتعب مش قادر يعمل اكسيرشن كويس، ولو عمل يحصل انترميتنت كلوديكيشن، يحس بالم والاكستريمتي بتاعته هتكون كول. تمام، طيب اللي رايح للكيدني الدم قليل هيعمل ايه؟ هيعمل لي اوليجوريا. طبعا الكلام ده مظبوط في كله، لكن اللي يقدر يوصفه الكبير، الطفل الكبير والادلت. طب في النيونيت واليانج انفانت ده يعني هيوصف ازاي؟ مش هيقدر يوصف الحاجات دي، لكن هيبان معاه قوي الانرجي بتاعته الضعيفه دي، العضلات بتاعه الساكلينج مش قادره تاخد طاقه، فيرضع شويه ويتعب، يقف، يرضع شويه يتعب، تلاقي فيه ديفيكالت فيدنج، والديفيكالت فيدنج دي نتيجه بقى ايه؟ ان اللو كارديك اوت بوت، وكمان فيدنج ديفيكالت هتيجي بعد كده نتيجه الايه؟ الديسنيا، او نتيجه الايه؟ ريسبيراتوري ديستريس، زي ما هنشوف بعد كده. تمام؟ بعض المانيفستيشن بتاعت البالمونري كونجيشن اللي هي الاشهر حاجه في الهارت فيلير. طيب على يمين الصوره زي ما احنا شايفين كده ايه؟ ادي الالفيولاي وادي البلاد فيزلز اللي حواليها نورمال. طب لو حصل كونجيشن، يعني حصل البالمونري سيركوليشن كونجيستد بالبلاد، شايف البلاد فيزلز بقت كونجيستد، كبسه على نفس الالفيولاي، شايف الالفيولاي متطبقه ازاي؟ البلاد فيزلز كبسه على نفسها. طب ده هيعمل لي احنا مثلا الالفيولاي نورمال، علشان يحصل لها اكسبانشن عشان تدخل لها الهواء زي ما احنا شايفين، بيحصل نيجاتيف فورس، الانسان بياخد انسبايريشن كده علشان يحصل نيجاتيف بريشر والهواء يدخل من بره لجوه. طيب باخد الانسبيريشن عادي بالقوه العاديه اللي انا متعود عليها، ما بحسش بالايه؟ بالريسبيريشن بتاعي. طيب افرض بقى كده زي ما انت شايف البلاد فيزلز كونجستد وكبسه على نفس الالفيولاي، انا عايز قوه اكبر زي ما انت شايف، ثلاث اسهم اهم، علشان يقدر يزحزحوا البلاد فيزلز التقيل ده اللي كابس على نفس الالفيولاي عشان يحصل الالفيولاي يدخل لها الهواء. طب لما اعمل كده انا محتاج ايه؟ محتاج ورك اوف بريزنج اكتر، عايز اخد نفس اعمق واقوى وبسرعه عشان ادخل الهواء. طيب لما النفس قوته تزيد او سرعته تزيد انا هحس بيه، لما احس بيه هحس بايه؟ هحس اسمها الديزنيا او difficulty اوف بريزنج، انا حسيت بالنفس وحاسس ان النفس تقيل، وفعلا
البلاد فيزلز تقيلة على الالفيولاي، لما المريض كده يقول لك تبقى كأنك شايف كده ان الالفيولاي البلاد فيزلز مطبقاها وكبسة على نفسها، في بالموناري كونجيشن، يبقى عمل لي ايه؟ عمل لي ديسنيا. ودي اول حاجة، اول عرض من الاعراض بتاعتنا. طيب بعد كده البلاد فيزلز كمان اللي حوالين البرونكال تري اللي مغذيه الالفيولاي كمان هي كونجستد، مش لوحدها، ده كله كونجيشن، في كونجيشن. طيب لما يبقى كونجستد كده هتطلع شويه سكريشن، السكريشن هيدخله في اليومن يعمل لي سبيوتم، سبيوتم ده هيعمل لي ايه؟ هيعمل لي كاف واكسبكتوريشن، صح؟ اكتر من كده الكونجيشن عمال يزيد، شويه بلاد فيزلز هيربشره، هينزل البلاد جوه اليومن، لما ينزل جوه البلاد جوه اليومن هيبقى اريتيتنج، الانسان هيكح علشان يطلعه، هيطلع في صوره دم اسمه هيموبتسيس، يبقى عندي ديزنيا كاف هيموبتسيس. طب في حاجه كمان، انت عارف الهواء اللي داخل الالفيولاي كله بقى بكتيريا من بره وفيروسات، المنطقه ديت اصلا الجسم بيقاوم فيها، فيها ديفنس قوي، الديفنس ده يعني جاي من ايه؟ الخلايا، عماله خلايا الليكوسايتس والانتي بادز والحاجات دي عماله تيجي بسرعه للمكان ده وتمشي ويجي غيرها وهكذا، لان السيركيوليشن البلمونري سيركيوليشن ماشيه كويس. طب افرض في كونجيشن، هيحصل في ستاجنيشن، السيركيوليشن مش ماشيه كويس، كونجستد، فالاميون سيستم مش قادر يتحرك كويس والانتي بادي مش قادره تتحرك كويس، فعلشان كده هيبقى ايه؟ مكان عرضه للانفكشن، يبقى في عندنا ريكارنت شيست انفكشن. كمان الكونجيشن عمال يزيد اكتر واكتر واكتر وينزل، هتلاقي ايه؟ هتلاقي حتى الفلويدز جايه حوالين الانترستيشيال تيشو، وده برضو ميديا للايه؟ ميديا للانفكشن كويس. كمان الكونجيشن عمال يزيد لدرجه ان هو في الانترستيشيال تيشو، وكمان هيدخل جوه الالفيولاي، هيبقى في ميه جوه الالفيولاي كمان، ويعمل لك بالمونري اديما، تمام؟ طب دي كلها ايه؟ يعني ممكن نقول انها في دي سيمبتومز. طيب الساينس في صوره ايه بقى؟ يعني هاجي اشتكي ان ديفيكالت اوف بريزنج، هلاقي بقى في ريسبيراتوري ديستريس بكل الجريد اللي انت عايزها، اجي اسمع بالسماعه، اسمع رونكاي، اسمع ويز، اجي اسمع رالز بتاعت البالمونري اديما. طيب والويز اللي موجود ده ممكن اتلخبط وافتكره ايه؟ افتكره برونكال ازمه، عيان عنده كونجينيتال هارت ديسيز وعمال يجي له ريكيرنت شيست انفكشن، وكمان اسمع الاقي رونكاي، هل ده ازمه ولا هل ده اميون ديفيشنسي؟ وممكن يطلع ايه؟ يطلع كونجستيف هارت فيلير نتيجه البالمونري كونجيشن هو اللي عامل لي الويز. ولو صلحنا الموضوع وادينا بقى لازكس وادينا علاج، هتلاقي الويز ده بيروح. بخلي بالك اعراض البالمونري كونجيشن، ديزنيا، كاف هيموبتسيس، ريكارنت شيست انفكشن، الايه بقى الساينز بتاعنا، ريسبيراتوري ديستريس، رونكايرالز، ايه حاجات بتاعت كمان البالمونري اديما. طيب ايه المانيفستيشن بتاعت بقى السيستميك كونجيشن؟ احنا قلنا ايه؟ الدم هيتبقى في الرايت فنتركل، هيبقى الضغط هيزيد في الرايت اتريوم، هيطلع لي ايه على السيستميك سيركيوليشن. طيب اللي فوق ده ايه؟ السوبيريور فينا كيف، يبقى في كونجيشن فين؟ في الكونجستد ليك فين. طيب البلورا، في البلورا الافيوجن مش قادره تفرغ نتيجه سيستميك كونجيشن. طيب ايه تاني؟ على الليفر، الليفر هيحصل له انلارجمنت ويحصل ستريتش للكبسول، الستريتش للكبسول ده هيعمل لك ايه؟ يعمل لك بين، يبقى في بين في الرايت هايبوكوندريا، وكمان في ايه؟ انلارج تندر ليفر. طب في الجي اي تي كونجستد، يبقى في مال ابسوربشن، مال دايجيشن، هتحصل بنوزيا، فوميتنج، ممكن دايريا كمان. في بعض الاحيان يجي لك المريض بتاع الهارت فيلير، عارف عنده ايه؟ عنده دايريا وفوميتنج، تفتكر ان هو جاسترو انترايتس وهو هارت فيلير. طب كمان في اللور ليمب يجي لك لور ليمب اديما. يبقى ايه هي المانيفستيشن بتاعت السيستميك كونجيشن؟ كونجستد نيك فين، بلورال افيوجن، هيباتوميجالي، وبين في الرايت هايبوكوندريا. حتى في الكافيتي كمان يحصل اسايتس. طيب ونوزيا وفومتنج وديسني وديسبيبسيا واللور ليمب اديما اللي هو الحاجه الشهيره في السيستميك كونجستيف مانيفستيشن. طيب الاعراض دي بقى الثلاثه دول، اللوكارديك اوت بوت والبالمونري كونجيشن والسيستميك كونجيشن، طبعا بيوصفها زي ما قلنا قبل كده الادلت والاولدر تشيلدرن. طب اليانج تشيلدرن او الانفانت وكده مش بيقدر يوصف كده كويس، انما يحس بيها على الانفانت مثلا يحس بايه؟ زي ما احنا قلنا اهم حاجه البور فيدنج، بور فيدنج، وقلنا لان في لو كاردياك اوت بوت مش قادر يغذي المصل، وكمان التاكيبنيا اللي موجوده ديت عمال ينهك فمش قادر يرضع، يرضع شويه ويسيب، هتلاقي بور فيدنج. حتى لو رضع احنا قلنا كمان في سيستم الكونجيشن يعمل لي مال دايجيشن كمان، وممكن نوزيا وفومتنج، ومش قادر يرضع ومش جاي له كمان نفس ان هو يرضع. ده كله هيؤدي الى ايه؟ هيؤدي الى جروس فيلير، ده انا مش باخد
مش باخد حاجات كويسه، مش باخد نيوتريانت كفايه ليا، وفي نفس الوقت انا عندي تاكبنيا وتاكيكارديا، عايز طاقه كبيره عشان اعمل تاكبنيا وتاكيكارديا، في نفس الوقت اللي انا باخده قليل، فيبدا يحصل كروس ريتارديشن، يبدا يظهر، وكمان كل شويه اتعب ريكارنت شيست انفكشن، ده اللي بيظهر في الانفنت. طب في الاولدر تشيلدرن زي الادلت كده، كف بقى، ديزنيا، هيموبتسيس، يجي لك لور ليمب اديما، يجي لك كل الاعراض زي الادلت، ويقدر يوصف ويقول لك ديزنس وجيدنس وكده. ده الفرق بين الكبار والصغيرين بس في الوصف، لكن هي كلها ميكانيزم واحد. فاضل لنا ايه بقى؟ حاجه اللي هي الايه، الكومبنساتوري ميكانيزم. علشان نفهم الكومبنساتوري ميكانيزم هنرجع للقوانين بتاعتنا الاولانيه. الكاردياك اوتبوت احنا عارفين ان هو ما هو الا محصله للستروك فوليوم في الهارت ريت، اللي هو ستروك فوليوم اللي هي كميه الدم اللي طالعه في الضربه الواحده في عدد الضربات في الدقيقه. طب الستروك فوليوم ده بيتحكم في البريلود والكونتراكتيليتي والافتر لود. يعني ايه الكلام ده؟ البريلود هو الدم اللي موجود جوه الفنتريكل قبل الانقباض. طيب والكونتراكتيليتي هي قوه الانقباض بتاع العضلات، والافتر لود هي القوه اللي بيواجهها الدم في البلاد فيزلز ريزيستنس اللي هي بتواجه القلب. كل ما يكون البريلود كويس معقول، وكل ما يكون الكونتراكتيليتي كويسه، وكل ما يكون الافتر لود خفيف قصاد القلب، كل ما يكون الاستروك فوليوم كويس، وكل ما يكون الكاردياك اوت بوت كويس. الحاجات دي بتاثر في الاستروك فوليوم، تمام؟ طيب انا لما بيجي لي ديكريس في الكاردياك اوت بوت قلنا بيحصل ايه؟ بيحصل تيشو هايبوبرفيوجن. طب القلب هيسكت او الدم او الجسم هيسكت على كده؟ لا، ده هتحصل كومبنساتور ميكانيزم زي ما قلنا عشان تعوض لي الكلام ده وتشيل التيشو هايبوبرفيوجن. الا قلنا عندنا ايه؟ عندنا التو سنسورز اللي موجود اهوت في اول الاورطه الكاروتيد ساينس، وعندنا في اخر الاورطه اللي هو الجاكستا جلوميرولار اباريتس. اول واحد بيعمل ايه؟ بيعمل ستيميوليشن للاميون سيستم، بالاوتونوميك نيرفس سيستم، بيعمل ستيميوليشن للسمباثيك سيستم، تمام؟ وتاني واحد بيعمل لي ايه؟ بيطلع الرينين، بينشط لي الرينين انجيوتنسين الدوستيرون سيستم، تمام؟ دول الاثنين المكونين الرئيسيين للكومبنساتوري ميكانيزم. هنشوف ازاي سمباثيك ستيميوليشن، وانتوا عارفين الادرينالين والنور ادرينالين هتعمل ايه؟ هتزود لي الهارت ريت، تزود لي الكونتراكتيليتي، تعمل لي فازو كونستريكشن فيزيد الفاسكولار ريزيستنس فيزيد البلاد بريشر. طيب الهارت ريت لما زاد هو والكونتراكتيليتي انتوا عارفين كده هيزود ايه؟ انتوا عارفين هيزود الكاردياك اوت بوت. طب لما زاد الفاسكولار ريزيستنس زود لي البلاد بريشر، ده كله زياده الكاردياك اوت بوت وكمان يزيد البلاد بريشر، ده بيحسن لي التيشو برفيوجن. طيب لغايه كده للناحية التانية، حصل تنشيط للايه؟ للرينين انجيوتنسين الدوستيرون سيستم. الرينين طلع من الجاكستا جلوميرولار اباريتس، اشتغل على الانجيوتنسينوجين، حوله الى انجيوتنسين 1. الانجيوتنسين 1 تحول بالاي سي اي الى ايه؟ الى انا انجيوتنسين 2. الانجيوتنسين 2 اداني الدوستيرون زي ما انت شايف. الدوستيرون ده بقى هيعمل ايه؟ هيعمل سولت اند ووتر ريتنشن. السولت اند ووتر ريتنشن ده بيقول لك البريلود، هو ده بقى اللي بيزود الحجم اللي موجود في القلب قبل الانقباض. تبع ستارلينج لو هيحسن الستروك فوليوم، قلنا لو البريلود حلو كمان لو زودته شويه هيزود الستروك فوليوم. لما يزيد الستروك فوليوم هيعمل ايه؟ هيزود له الكاردياك اوت بوت، يبقى كمان ده زود لي الكاردياك اوت بوت وحسن لي التيشو برفيوجن، تمام؟ طيب كمان ايه؟ كمان الانجيوتنسين 2 بيعمل ايه؟ بيعمل فازو كونستريكشن. يعني فازو كونستريكشن زي ما انت شايف هيزود لي الفاسكولار ريزيستنت، هيزود لي البلاد بريشر، هيحسن لي التيشو برفيوجن. ده كله ايمنج تو انكريز الكاردياك اوت بوت والبلاد بريشر عشان يحسن التيشو برفيوجن. طيب بص ده كمان السمباثيك سيستم ستيميوليشن بيروح على الرينين انجيوتنسين الدوستيرون سيستم ويعمل له ستيميوليشن عشان يزود الالدوستيرون اكتر ويزود السولت اند ووتر ريتينشن ويزود الاستروك فوليوم والكاردياك اوت بوت. دي هي المين كومبنساتوري ميكانيزمز لما بتحصل مع الكونجستيف هارت فيلير. طب وايه المشكله؟ كل اللي انت بتقوله ده بينيفيشال ومفيد، عمال يزود الكاردياك اوت بوت، اقول لك تمام، لكن مع مرور الوقت with excessive and chronic stimulation للسمباثاتيك والرينين انجيوتنسين الدوستيرون سيستم ده بيعمل هارمفول افكت. انت عمال بتضرب بالكرباج على خلايا متعبه. عارف السيستميك سيستم بيعمل ايه؟ يعمل سيل انجري. سيل انجري هيحصل لها سيل ديس، تتحول الى فايبرس تيشو، تتحول الى كتله ضعيفه. كمان الانجيوتنسين والالدوستيرون عارف بيعمل ايه؟ بيعمل نفس الافكت، سيل انجري وسيل ديس وفايبروزس.
عارف الدايره دي على بعض اسمها ايه؟ اسمها ريموديلنج. اتحولت خلايا القلب من كتله عضليه حلوه الى فايبرس تيشو وخلايا مرهرطه ما فيهاش كونتراكشن كويس. طيب دي الريموديلنج. شايف الصوره دي؟ شايف السيل انجري؟ شايف اللي جنبيها احنا كنا قلنا عليه الفاسكولار ريزنس لما زاد الافتر لود والسولت اند ووتر ريتنشن البريلود؟ هقول لك حاجه، الريزيستنس ده ايه اللي هو الافتر لود ده ايه؟ هو الايه؟ الحاجه اللي القلب المفروض يتغلب عليها علشان يطلع الستروك فوليوم بتاعه، كل ما بيكون في المعقول كل ما يقدر يطلع الستروك فوليوم كويس. طب لو زاد قوي الافتر لود القلب مش قادر يطلع الستروك فوليوم بتاعه نتيجه زياده الافتر لود، دي الحاجه اللي المفروض يواجهها القلب عشان يطلع الافتر لود. شايف الحاجة التانية البريلود؟ زي ما احنا قلنا كل ما يزيد يحسن الستروك فوليوم، لكن هنيجي عند نقطة معينة يحصل ستريتش قوي للماسلز هيحصل ايه؟ الستروك فوليوم هيبقى بيعمل بنتيجة عكسية هيقل ستروك فوليوم. يبقى كده بص الرسمة دي، الستروك البريلود هو الايه؟ الحمل اللي على العربية ده اللي المفروض يدفع بيه. طب الايه؟ الافتر لود هو الطريق بقى الصعب اللي قصاده، كل ما يزيد كل ما تزيد صعوبة الطريق مش قادر يدفع. يبقى الاتنين دول لو زادوا، البريلود زاد قوي او الافتر لود زاد قوي، ده كله هيبقى فيه صعوبة على الكونتراكتيليتي وصعوبة على الهارت ويعمل لي مور فيلير. علشان كده شايفين لما زاد الافتر لود عمل لي ايه؟ عمل لي مور فيلير، زود الفيلير. طب لو زاد قوي الافتر لو البريلود هيزود لي الفيلير اكتر. ده كمان شايف لما حصل كونتراكتيليتي زياده حصل هايبرتروفي زياده، هيزود الديماند للاكسجين، هيزود السيل انجري والايه والسيل ديس والفايبروز في عمليه ريموديلنج. كل الكومبنساتوري ميكانيزم كانت عامله لي في الاول بنفيشال افكت، بقت كده بقت هارمفول افكت. تمام شريحه، ممكن نستنتج العلاج. احنا قلنا ان مشكلتنا في ايه؟ مشكلتنا في المانيفستيشن، وكمان مشكلتنا في البروجريشن اللي بيؤدي الى الديس للسيل ديس والريموديلنج. طب لو هعالج يبقى انا عايز اريليف المانيفستيشن وكمان استوب البروجريس. طيب اول حاجه الكاردياك اوت بوت قليل، هعمل ايه؟ اديله انتروبيك عشان يحسن الكاردياك اوت بوت، فيحسن لي المانيفستيشن بتاعه اللو كاردياك اوت بوت، وفي نفس الوقت بيقطع السكه على الايه؟ الكومبنساتوري ميكانيزم. تمام. طب تاني حاجة أنا عندي بريلود جامد جدا، عندي الصوديوم الوتر مغرق السيركيوليشن، مغرق البلمونري وعامل بلمونري كونجستيف مانيفستيشن، ومغرق السيستميك السيستميك سيركيوليشن وعامل سيستميك كونجستيف مانيفستيشن والإديمة وكل حاجة. طيب أعالجها إزاي؟ إن أنا أتخلص شوية من الصوديوم والبوتاسيوم عن طريق الدايوريتكس. تمام، يبقى كده بريليف. طيب تالت حاجة الإيس انهبتور، انا عندي الانجيوتنسين والالدوسترون بيعملوا ايه؟ عاملين لي فازو كونستريكشن زي ما انتم شايفين، مزود الافتر لود، حاطط حمل قصاد القلب مش قادر يزق الدم قصاده، مزود الفيلير بتاعه. طب انا ادي الاي سي انهبيتور هيعمل لي فازو دايليتيشن ويحسن لي الموضوع ده، يحسن لي الافتر لود. كمان لما ادي الاي سي انهبيتور هيقلل الالدوسترون، هيقلل الصوديوم الووتر ريتينشن، هيقلل لي البريلود. يبقى هو كده بيعالج، بيقلل الافتر لود ويعالج كمان ويقلل البريلود. تمام، دول اللي بيحسنوا المانيفستيشن. طيب طب لو عايز ستوب البروجريشن زي ما احنا شايفين، هوقف انا عندي السمباثيك وعندي الرينين انجيوتنسين الدوسترون سيستم، هستوب السمباثيك اللي عمال شغال ليل على نهار ده، هديله ايه؟ هديله بيتا بلوكر، هيقلل لي الهارت ريت الجامد قوي، هيقلل الكونتراكتيليتي الفظيعه، هيقلل لي الايه؟ هيقلل لي شويه الفازو كونستريكشن واللي هو الافتر لود. طب وكمان ايه؟ الرينين انجيوتنسين هيتعالج بايه؟ هيتعالج عن طريق الايس انهبيتور، هي برضه. يعني احنا لو شفنا الايس انهبيتور بيعمل ايه؟ هيبقى ليه بروتكتيف ميكانيزم او بيستوب البروجريشن وكمان بيريليف المانيفستيشن. ده كله الهدف ان انا اوقف السيل انجري والسيل ديس والفايبروزس والريموديلنج. يبقى ده باختصار العلاج عرفناه من الباثوفيسيولوجي. تمام، وده طبعا هو المحاضرة الثانية بإذن الله بعد ما نخلص محاضرتنا النهاردة. فاضل لنا ايه؟ فاضل لنا الاتيولوجي. زي ما قلنا قبل كده اسباب كتيرة، وكل امراض القلب اللي تيجي في الاطفال نهايتها انها سواء كونجينيتال او اكوايرد هتعمل لي هارت فيلير. المهم ان انا ابص على الكوزز دي من الباثوفيسيولوجيكال فيو، علشان كده هنقسمهم الى كاتيجوريز اكوردنج تو ايه؟ زير باثوجينيسيس. في الاول ناخد القاعده اللي احنا عارفينها، الكاردياك اوت بوت بيساوي ستروك فوليوم في الهارت ريت. الستروك فوليوم اللي بيأثر فيه البريلود اللي هو ماليه الفنتريكل قبل ما يحصل كونتراكشن،
والكونتراكتيليتي قوة الكونتراكشن، والافتر لود اللي هي القوة اللي بتعاكس القلب او الصخرة اللي قصاد القلب اللي لازم يزقها عشان يطلع الستروك فوليوم. كل ما كانوا دول كويسين كل ما كان الستروك فوليوم كويس، وبنضرب الستروك فوليوم طبعا في الهارت ريت. طيب هو ايه ممكن يحصل لو في اكسسيف بريلود كتير جدا لدرجة ان هو مالي القلب قوي لدرجة ان هو عدى الستارلينج لو، وحصل ايه؟ حصل ديكريز في الستروك فوليوم. تاني حاجة اكسسيف افتر لود، الصخرة اللي قصاد الايه القلب كبرت قوي مش قادر يطلع الستروك فوليوم بتاعه مظبوط، هيقلل لي الكاردياك اوت بوت. الديكريز الكونتراكتيليتي قوة الموتور نفسه اللي بتدفع دم قلت، فهيقلل الستروك فوليوم ويقلل الكاردياك اوت بوت. طيب يبقى التلاتة دول هيقللوا لي الستروك فوليوم وبالتالي يقللوا لي الكاردياك اوت بوت. طب الهارت ريت لو في ابنورمال ريزم، الهارت ريت عالي جدا لدرجة ان هو مش مدي وقت ان يملى، ان القلب يملى في خلال الدايستول، او الهارت ريت واطي جدا ان هو الستروك فوليوم حتى النورمال لما اجي اضربه في هارت ريت ضعيف جدا 20 ولا 30 ولا 40، مش هيديني الكاردياك اوت بوت النورمال اللي انا باخدهم. اذا دول كلهم اللي هم اشهر كاتيجوري بيعملوا لي ايه؟ بيعملوا لي لو كاردياك اوت بوت هارت فيلير. تمام. طيب في كده سبب احنا بننساه او حته كاتيجوري اللي هو ديكريز دي بريلود، ديكريز دي بريلود برضه بيقلل لي الكاردياك اوت بوت. انت عمال تقول له كاردياك اوت بوت، هو في حاجه تانية؟ هو في هاي كاردياك اوت بوت؟ اقول لك استنى، في مجموعه صغيره بس مهمه فيها بيقول لك ديكريز في الفاسكولار ريزيستنس جامد جدا لدرجه انها بتقلل الافتر لود قوي لدرجه جامده. دي بتعمل لي كاتيجوري كده اسمها ايه، هاي كاردياك اوت بوت مانيفستيشن، او هاي كاردياك اوت بوت هارت فيلير. تمام. طيب في الاطفال كده الاكسسيف بريلود بيسموها اسم شيك فوليوم اوفرلود، والاكسسيف افتر لود بيسموها الاسم التاني بريجر اوفرلود. ده بس عشان ايه المصطلحات مش تخضنا. طيب مفيش سبب للهارت فيلير هيخرج من هذه الكاتيجوري سواء الرير ولا سواء الكومن كوز. تمام. شوف بقى اول مجموعه اللي هي الفوليوم اوفرلود، اللي هو اشهر مثال لها الليفت تو رايت شنط زي الفي اس دي، او الفالفولار ريجرجيتيشن زي الميترال ريجرج. هنفترض ان بيدخل القلب حوالي 10 يونت مثلا من البلط، دخل على الرايت اتريوم 10 يونت، هينزل على الرايت فينتريكل 10 يونت، هيطلع للبالمونري لللانج 10 يونت، هينزل على الليفت اتريوم 10، هيروح للليفت فينتريكل 10، هيطلع في الكاردياك اوت بوت بره 10. يبقى دخل لي 10 وطلع لي 10 ومفيش اي مشكله. تمام. تمام. ادي في الديفكت الفي اس دي، فهيعدي الدم من الليفت للرايت. طب هيعدي قد ايه؟ احنا عارفين اللي هيحدد كده حجم الثقب قد ايه، وفرق الضغط ما بين الليفت فينتريكل والرايت فينتريكل احنا عارفين حوالي هنا 80 ولا لغايه 100، هنا حوالي 20. فالدم هيندفع من الليفت للرايت مثلا على سبيل المثال، الديفكت كبير هيعدي حوالي 5، حوالي 5 يونت مع ال10 الموجودين في الرايت فينتريكل هيطلع للبالمونري قد ايه؟ 15. عمل لي ايه؟ غرق اللنج بالايه؟ بالبلاد. بعد كده هينزل على الليفت فينتريكل، على الليفت اتريوم 15، هيجي على الليفت فينتريكل 15، هيطلع هيعدي 5 خلال الديفكت و10 هيروحوا فين؟ هيروحوا في الاورطة. يبقى جالي فعلا 10 وخرج من عندي 10، ولكن ايه اللي حصل لما كان الديفكت ده موجود؟ ان حصل بالمونري كونجيشن، اللنج اتغرقت بالدم. تاني حاجة ان وصل لليفت اتريوم وصل له دم اكتر من المفروض يوصل له، عمل لي ليفت اتريال انلارجمنت. بعد كده نزل عمل لي ايه؟ ليفت فينتريكولار انلارجمنت. طيب يعني مليان بالدم، ده بنسميه فوليوم اوفرلود. هو ده بقى، هو ده الاكسسيف بريلود اللي قبل ما الفنتريكل ينقبض مليان اكتر من حجمه بالدم. طب الفنتريكل هيعمل ايه؟ عايز يدفع الدم، 5 هيروحوا هنا و10 هيروحوا هنا، لازم هيزود الكونتراكتيليتي تبع ستارلينج لو، وهيزود كمان الهارت ريت هيزيد. طيب مع زيادة الكونتراكتيليتي هيحصل فين؟ مع مرور الوقت هيحصل هايبرتروفي للليفت فينتريكل. تمام. يبقى انا نتيجة الديفكت عمل لي فوليوم اوفرلود، وهيجي لي كمان ايه؟ حصل لي ليفت فينتريكولار انلارجمنت اهو وهايبرتروفي، وكمان اجالي البالمونري كونجستيف مانيفستيشن، ودي اول مرحلة. بعد كده ايه اللي يحصل؟ بسيطة كده على الستارلينج لو، انتوا شايفين دي ده المايوسين،
والفيلمنت رفيعة دي الأكتين، ودي الأيادي بتاعت المايوسين اللي بتمسك الأكتين وتشدهم على بعض، التو فيلمنت للأكتين وتشدهم على بعض في النص عشان يحصل إيه كونتراكشن، يعني الأيادي اللي اليمة الشمال تشد الفيلمنت اليمة الشمال للنص، واللي في اليمة اليمين تشد اللي في اليمة اليمين للنص، فيحصل كونتراكشن ويحصل شورتنينج للمسل. تمام. طب انت ملاحظ الحتة دي، الحتة دي حاجة سبيرنج، يعني ايه؟ مش الـ الـ الايادي الخطاطيف مش ماسكاه. طيب لما يحصل ستريتش للمسل ستارلينج لو، شايفين ايه اللي حصل؟ حصل ايه؟ ستريتش اهو، فكل الاماكن بتاعت الاكتين كلها ماسكه في كل الخطاطيف بتاعت المايوسين. الحته اللي كانت مداريه ظهرت للايه؟ للمايوسين. كان الاول حوالي هناك 6 خطاطيف بس اللي ماسكه، هنا ادي 4 من ناحيه اليمين وادي 6 من ناحيه الشمال، بقى 10 خطاطيف. اذا لما اجي انقبض هلاقي بينقبض بقوه، ولما يوصل لهذه اللحظه ده بيوصل للماكسيمم. كل ما يحصل ستريتش للمسل كل ما بتزيد ايه؟ الانقباض. طب لو حصل ستريتش اكتر من كده، شايفين اللي هيحصل؟ ادي دي الماكسيمم بوينت. كده يحصل ستريتش اكتر من كده، بقى في خطاطيف اهي، شايف الستريتش الجامد، حصل خطاطيف جوه مش بقت ماسكه، بقى اليمات دي اليمين 3 واليمة الشمال ادي 4، فبدأت الانقباض يقل وهيدنه كده، يحصل ستريتش فيقل اكتر ويقل اكتر. يبقى حسب ستارلينج لو حصل ستريتش وصل لأقصى نقطة، يعني كل ما يحصل زيادة في الاستريتش كل ما تزيد الكونتراكشن لغاية ما يوصل لبوينت وبدل ماكسيمم، بعد كده يبدأ يقل. ده تفسير ستارنج لو اللي كنا حافظينه طول عمرنا. طب ده هيفيدنا في ايه هنا؟ اننا نفهم لما يحصل مور فوليوم اوفرلود ويحصل مور استريتش للمصل لدرجة ان انا اوصل للماكسيمم بوينت بتاعتي، هيحصل ايه؟ مش هيبقى قادر يطلع ال 15 كلهم، هيطلع 5 اليمادي ويفضل 10، مش هيقدر يطلعهم، هيطلع بس 8 منهم للأورطة ويفضل عندي 2. إذا اللي طلع لي بقى في الأورطة كام؟ 8. يبقى عندي لو كاردياك أوت بوت ولا لأ؟ يبقى أنا عندي فوق بالمونري كونجيشن أهو، وصلت إن حصل لو كاردياك أوت بوت. حصل لو كاردياك أوت بوت، ده بقى الهارت فيلر اللي إحنا عارفينه، يمشي في الكاسكيت بقى الكومبنساتوري ميكانيزم ويمشي في السكة إياه. طب برضه هيقف لغاية كده؟ لأ أبدًا. اللنج بقى مش هتسكت على كده ان هي كونجستد على الاخر، البلاد البالمونري بلاد فلو عالي جدا. طب هيحصل ايه؟ البالمونري سيركيوليشن، البالمونري ارتريولز هيحصل فيها ايه؟ هيحصل فيها كونستريكشن علشان تقلل الدم اللي طالع لللنج. طيب لما يحصل كونستريكشن الضغط هيبدأ يزيد شوية فين؟ في الرايت فينتريكل، فالشنط بدل ما كانت بتعدي 5 لا هتعدي 1 بس، واحد ده مع الـ10 اللي كانوا موجودين هيطلعوا لفوق، يبقى كده اللنج دخل لها 11، هينزل على الليفت اتريوم ب 11، هينزل على الليفت فنتريكل 11. طيب ال 11 دول واحد هيعدي في الشنط واثنين هيدنهم والثمانية هيطلعوا زي ما احنا عارفين ايه في الاورطة. طيب يعني ايه اللي حصل بقى كده لما حصل ارتريولر فازو كونستريكشن في الايه؟ في البالمونري سيركيوليشن. اللي هيحصل ان اللنج بدأ الكونجيشن يقل فيها، دي حاجة كويسة. ان الانلارجمنت بتاع الليفت اتريوم يبدأ يقل شوية، يبدأ الانلارجمنت بتاع الليفت فينتريكل يقل شوية، الفوليوم اوفرلود اللي كان 15 بدأ يقل شوية. لكن في المقابل ايه اللي حصل؟ انا عندي بريجر بقى اوفرلود اكتر على الايه؟ على الرايت سايد، الرايت فينتريكل هيحصل له دايليتيشن، وبعدين بعد شوية يحصل له هايبرتروفي. تمام. استمرار ان الثقب موجود هيحصل مور كونتراكشن للمصل ويبقى الموضوع بيرمننت ويزيد البالمونري بريشر لاكتر من كده لغايه ما يعدي حتى السيستميك ايه؟ سيستميك بريشر، لغايه ما يعدي الضغط في الليفت فينتريكل، يبقى الضغط في الرايت فينتريكل اعلى من الليفت فينتريكل. كده يبقى الدم هيجي من الرايت فينتريكل للليفت فينتريكل ويعمل لي طبعا سينوز، حوالي ايه بقى؟ حوالي 2 وحدة مثلا تعدي للليفت فينتريكل، هيفضل ايه؟ هيفضل 8، الـ8 هيطلعوا لللنج وهينزلوا على الليفت اتريوم وبعدين ينزلوا على الليفت فينتريكل، 2 مع الـ8 اللي نازلين يبقى 10، 10 في منهم 2 مش هيقدر يدفعهم اللي احنا عارفينهم، والـ8 اللي هتطلع في الاورطة. طيب ده ايه اللي حصل كده؟ لو انت خدت بالك ان الكونجيشن قل خالص عن الطبيعي في الفتره دي، هتلاقي المريض مش حاسس باعراض البالمونري كونجيشن،
وهتلاقي في الاكس راي الليفت اتريوم رجع لحجمه الطبيعي، الليفت فنتركل كمان ممكن يرجع يقرب من حجمه الطبيعي ويرجع، لكن في المقابل اللي حصل الليفت فنتركل تكبر وحصل له هايبرتروفي وهيدخل في فيلير مش هيقدر يغطي، هيتعب والضغط فيه هيزيد، هيرجع هيعمل باك بريشر على الايه، على الليفت على الرايت اتريوم، ويعمل لي بقى في السيستميك سيركيوليشن يعمل لي ايه، سيستميك كونجيشن. يبقى لو تفتكروا في الاول انا بدات بالمونري كونجيشن، بعد كده لو كاردياك اوت بوت، بعد كده في سيستميك كونجيشن، والصوره الفول بلوم بيكتشر بتاعه الكونجستيف هارت فيلير جت مع الفي اس دي. نيجي بقى للمجموعه الثانيه اللي هي اكسسيف افتر لود او البريشر اوفر لود، مثال لها الاورتيك ستينوزس والكواركتيشن. في المثال ده الكواركتيشن موجود هنا، يعني الحنفيه مقفوله، فالدم اللي طالع اقل، فكده عندي لو كاردياك اوت بوت. طب على الوجه الثاني الليفت فنتريكل جواه الدم البريشر عالي جدا لان السكه مقفوله قصاده، هينتقل الضغط ده باك بريشر للليفت ايه، للليفت اتريوم، للبلمونري فين، لللانج، هيحصل فيها بلمونري كونجيشن، هيوصل للرايت، الرايت فنتريكل والرايت اتريوم ويعمل لي سيستميك كونجيشن. يبقى كده حصل الفول بلوم بيكتشر بتاعه الكونجستيف هارت فيلير، لو كاردياك اوت بوت ومعايا بلمونري كونجيشن وسيستميك كونجيشن، وطبعا يحصل كومبنساتوري ميكانيزم. الجروب الثالثه اللي هي الاشهر اللي هي ديكريز كونتراكتيليتي زي الدايليتيك كارديوميوباثي، روماتيك كارديتس، فايرال مايوكارديتس. المشكله في المايوكارديا مش قادر ينقبض كويس، عشان كده بيسموه ايه، سيستوليك فيلير، وده هو المثال اللي احنا شرحنا عليه الباثوفيسيولوجي كله اللي احنا لسه قايلينه في الاول بقى، اللي هي ديكريز دي بريلود وتسمى الدايستوليك فيلير. ليه؟ احنا عارفين ان الفنتريكل بيتملي اثناء الدايستول، وعشان يتملي لازم يكون الفنتريكل كومبلاينت، يعني يسمح ان الدم ينزل له. طب افرض الوول بتاع الفنتريكل ده ستيف زي الريستريكتيف كاردوميوباسي، او الوول مظبوط بس اللي حواليه النسيج اللي حواليه اللي مغطيه الغلاف البريكارديا ده كونستريكتيف ماسك ومش راضي يتمدد معاه زي الكونستريكتيف بريكارديتس، هيحصل ايه؟ هيحصل ان الدم وهو نازل هيلاقي فيه صعوبه، في امبيرمنت في الفيلنج بتاع الفنتريكل. اذا الفنتريكل البريلود اللي هو حجم الدم اللي جوه الفنتريكل هيبقى قليل. طيب دخلت المكنه الماده الخام قليله، طب الكاردياك اوت بوت المحصله هتبقى ايه؟ هيبقى قليله، تمام؟ هو الكاردياك اوت بوت هيبقى قليل، يبقى عندي لو كاردياك اوت بوت. في نفس الوقت احنا قلنا مش قادر ياخد الدم كويس، هيعمل كونجيشن وراه، هيعمل باك بريشر وراه، الدم اللي جاي من السيستميك سيركوليشن مش عارف ينزل كويس، فهيعمل لي ايه؟ هيحصل لي سيستميك كونجيشن ويجي لي سيستميك كونجستيف مانيفستيشن. في نفس الوقت الدم اللي في الليفت فنتريكل برضه احنا قلنا ان هو مش كومبلاينت، فهو البالمونري سيركوليشن بتنزل الدم على الليفت اتريوم، هتلاقي ان الفنتريكل الليفت فنتريكل مش كومبلاينت، فيعمل لي باك بريشر، فالدم اللي في الليفت اتريوم ينتقل برضو البريشر ده للبالمونري سيركيوليشن ويعمل لي بالمونري كونجيشن، يبقى عندي كده ايه، بالمونري كونجيستيف مانيفستيشن. يبقى في ريستريكتيف كاردوميوباسي او الكونستريكتيف بيريكارديتس في مشكله في ملي الدم، ملي الفنتريكل بالدم، ده هيؤدي لي الى ايه زي ما انتم شايفين، لو كاردياك اوت بوت وسيستميك كونجيشن وبالمونري كونجيشن، ودي الفول بلوم بيكتشر بتاعت الهارت فيلير اللي هي الاريزميا سواء تاكيكارديا او براديكارديا. لو الهارت ريت تو فاست هيعمل ايه؟ هيقل الديوريشن بتاعت الدايستول، فهيقل الدايستوليك فيلنج تايم، ستروك فوليوم هيقل اللي هو البريلود بقى هيقل، ماليه الدم، ماليه الفنتريكل بالدم هتقل، بريلود هيقل فالستروك فوليوم هيقل فالكارديك اوتبوت هيقل. طب لو تو سلو صحيح الاستروك فوليوم نورمال لكن الهارت ريت قل، لما اضربهم في بعض يبقى برضه الكاردياك اوت بوت قليل. كمان خد دي الاريجولاريتي والانفكتيف كونتراكشن زي الاتريال فايبريليشن والفنتريكولار فايبريليشن، ده مفيش كونتراكتيليتي مظبوط، فطبعا هيقلل الاستروك فوليوم ويقلل الايه، الكاردياك اوت بوت، تمام؟ واحد بقى علشان ما ننساش الاسباب وازاي بتعمل الهارت فيلير. المجموعه الاولى الاكسسيف بريلود اللي بنسميها فوليوم اوفرلود، الفنتريكل اتملأ بالدم لدرجه عدت الماكسيمم كاباسيتي اوف ذا فنتريكلز، عدت الستارلينج لو، فهيعمل ايه، الكونتراكتيليتي هتقل، فالستروك فوليوم هيقل، فالكارديك اوتبوت هيقل. اشهر مثال الليفت تو رايت شانت والفنتريكولار ايه، والفالف ريجرجيتيشن. طيب المجموعه الثانيه اللي هي الاكسسيف افتر لود اللي بنسميها بريشر اوفر لود، ايه اللي حصل؟ الريزيستنس اجينست ويتش الفنتريكل ماست كونتراكت زادت، فالفنتريكل مش قادر يطلع الدم بتاعه كويس، فالستروك فوليوم هتقل،
فالكاردياك اوتبوت هيقل. اشهر امثله الكواركتيشن والاورتيك ستنوزس والهايبرتنشن. طب المثال الثالث وهو الاشهر على الاطلاق اللي هو ديكريز كونتراكتيليتي، التو فنتريك اللي مش قادرين ينقبضوا كويس، يعني الكونتراكتيليتي قلت، يعني الستروك فوليوم قلت، يعني الكاردياك اوتبوت قل. اشهر امثله بقى الدايليتيك كارديوماس، روماتيك كاردايتس، فايرال مايوكاردايتس، وفي الادلت اللي هو اشهر مثال عندهم على الاطلاق الاسكيميك هارت ديسيز. طب المجموعه الرابعه اللي قلنا بتتنسي اللي هو ايه؟ زي ما قلنا اكسسيف بريلود بيغرق الفنتريكل. طب هنقول برضو ديكريزد بريلود، الدم مش قادر يملى الفنتريكل نتيجه ان الفنتريكل ما بقاش كومبلاينت، فالدم اللي جوه الفنتريكل هيقل اللي هو البريلود يعني. اذا الستروك فوليوم ايه؟ هيقل، فالكاردياك اوتبوت هيقل. اشهر امثله لها الريستريكتيف ايه؟ ريستريكتيف كارديوميوباثي والكونستريكتيف بيريكاردايتس. طيب لو لاحظتوا بقى في الاربعه دول ايه اللي حصل؟ كلهم بيأثروا على ايه؟ على الستروك فوليوم. نرجع للشريحه اللي موجوده دي، فاكرين الكاردياك اوتبوت بيساوي الستروك فوليوم في الهارت ريت، وكنا بنقول الستروك فوليوم بيتاثر بالبريلود والكونتراكتيليتي والافتر لود. البريلود لو اكسسيف هيأثر، هيقلل عن طريق الستارلينج لو عداه، لو قليل، لو ديكريزد بريلود برضه هيقل هي هيأثر ويقلل الستروك فوليوم نتيجة ان مالية الفنتركل قلت، المادة الخام اللي داخلة قليلة. طيب تاني حاجة الافتر لود العالي، لو الافتر لود ريزيستنس اجينست ويتش الفنتركل ماست كونتراكت زادت، الفنتركل مش قادر يطلع فهيقل. طب الكونتراكتيليتي قوة الموتور نفسه قلت فهتقل الستروك فوليوم، كل دول أثروا لي على الستروك فوليوم وبالتالي عملوا لي لو كارديك اوتبوت. طيب فاضل عندي الهارت ريت، اكيد هتيجي بقى الابنورمال ريزم والاريزميا لو تو فاست او تو سلو زي ما احنا لسه قايلين. كل دول بيعملوا ايه؟ المجموعه اللي احنا قلناها بتعمل لو كارديك اوتبوت. طيب احنا كده فهمنا الميكانيزم ازاي. طب لو اديتك مثال بقى عشان نعرف فاهمين ولا لا، لو جه طفل عندنا في الاستقبال وادينا له محاليل والمحاليل زادت وادينا له اكسسيف وبريت عالي، مش هيعمل هارت فيلير؟ هيعمل هارت فيلير. فكر كده الميكانيزم ازاي. انا لو اديت محاليل زياده ممكن تزود الضغط، زياده الضغط ده اكسسيف بريلود، اكسسيف افتر لود، صح، هيعكس القلب ويعمل له هارت فيلير. تمام، برضو انا لما بدي محاليل كتيره بتملى السيركوليشن بالفلويد، فهيزيد الدم راجع للفنتريكل، فهيملى الرايت فنتريكل بالدم ويملى اللانج بالدم ويملى الليفت فنتريكل بالدم، يزيد الدم. تمام، اللانج والقلب هيبقوا غرقانين بالدم لدرجه قد ايه؟ تعدي الستارلينج لو، فيحصل ليفت ورايت سايد هارت فيلر اللي هو بنقول اكسسيف بريلود. يبقى عندي عمل لي اكسسيف افتر لود وعندي اكسسيف بريلود، الاثنين هيؤدوا لي الى هارت فيلر. شفت بقى بنفهم ازاي؟ طب لو اديتك مثال زي الجلوميرولونفرايتس او الاكيوت رينال فيلر، فكر كده بيشتغلوا زي ما احنا لسه قايلين، انا مش عندي الضغط هيعلى في الجلوميرولونفرايتس يبقى زياده الايه؟ الافتر لود، وبرضه عندي سولت اند ووتر ريتنشن يبقى اكسسيف بريلود. اديني بدات افهم بقى. طيب مثال تاني، لو قلت لك كاردياك تامبونات، في حاجه عامله كاردياك تامبونات هيشتغل عن طريق ايه؟ هتفكر هيضغط على الفنتريكل فهيخلي الفنتريكل ما يملاش كويس بدم، هيقلل البريلود. شفت؟ خلاص احنا كده اي مثال نقدر ايه؟ نعرف هو مش ازاي. كل اللي احنا قلناه الحاجات الاشهر اللي هي لو كاردياك اوتبوت هارت فيلير. فاضل مجموعه صغيره بتتنسي دايما اللي هي الهاي كاردياك اوتبوت هارت فيلير اللي احنا هنقولها باختصار في الشريحتين اللي جايين. يبقى قصه الهايبر ثايرويدزم يعمل ازاي هارت فيلير؟ تقول لي يا عم ده احنا واخدين ان الثايروكسين بيزود الكونتراكتيليتي والهارت ريت، يعني يعمل لي هاي كاردياك اوتبوت. اقول لك مظبوط، بس احنا برضو خدنا ان الثايروكسين بيزود الميتابوليزم فيزود لك السيلولار ويست برودكت، دي عارفينها. بس الجديد بقى اللي كنا مش عارفينه ان هو الويست برودكت دي بتقلل الفاسكولار ريزيستنس، فكأن الكارديك اوتبوت اللي طالع هيلاقي السيركيوليشن او البلاد فيزلز مبهوه، فيبقى انفكتيف كارديك اوتبوت، مش قادر يعمل برفيوجن للتيشو كويس. يعمل لي بقى، مش هو ده تعريف الهارت فيلير؟ هو ده تعريف الهارت فيلير. يعني انا عندي هاي كارديك اوتبوت وعندي هارت فيلير، عمل لي الهاي كارديك اوتبوت هارت فيلير، جت القصه من كده. طب وبس على كده؟ الكونتراكتيليتي الزياده والهارت ريت اللي عمال الثيروكسين عمال يعمل ستيميوليشن جامد، مش هيعمل لها هايبرتروفي، اكسجين كونسامبشن بيزيد. تمام، طيب والهارت فيلير ده مش هينشط الكومبنساتوري ميكانيزم، يطلع بقى السمباثاتيك يشتغل يعمل لها مور هايبرتروفي اكسجين كونسامبشن، والرينين انجيوتنسين الدوستيرون سيستم يعمل لي فوليوم اوفرلود ويعمل لي برضه يزود الافتر لود. مش كل ده هيعمل لما يتحدوا مع بعض هيعمل لي مور فيلير ويعمل اللي احنا خايفين منه
الكاردياك ريموديلينج، دي قصة الهايبر ثايرويديزم وازاي عمل هاي كاردياك اتبوت هارت فيل. سيبسيز، السيبسيز ايه تعريفه؟ هو انفكشن ادى الى ديسريجوليتد انفلاماتوري ريسبونس. طب هيعمل ايه؟ الانفكشن بيطلع لي انفلاماتوري سيتوكاينز، السيتوكاينز بتعمل فازو دايليتيشن يعني قليل الفاسكولار ريزيستنس، يعني الكاردياك اوتبوت اللي طالع هيبقى انفكتد، يبقى في تيشو هايبر فيوجن، ديكريز البلاد بريشر وتيشو هايبر فيوجن، ودي المرحله الاولانيه من السيبسس. طب ده هيؤدي الى ايه؟ كومبنساتوري ميكانيزم تبدا تشتغل، السمباثاتيك يشتغل يعمل لي يزود الكونتراكتيليتي، والرينين انجيوتنسين يشتغل يزود له الفوليوم اوفرلود، وهيجي لي في الاستقبال الاقي اصلا بلاد بريشر واطي وادي له فلويد ريسسيتيشن، ده كله هيؤدي الى ايه؟ هيزود لي الهاي كاردياك اوتبوت، زود لي الكاردياك اوتبوت، بس انا عندي ايه؟ ادي الهاي كاردياك اوتبوت لكن عندي الفاسكولار ريزيستنس قليله، فده عمل لي الهاي كاردياك اوتبوت هارت فيلير، الكونتراكتيليتي هنا كويسه. طيب بعد شويه انا ما عرفتش اصلح واحسن المشكله اللي موجوده، الانفلاماتوري سيتوكايز نفسها ممكن تاثر على ايه؟ على المايوكارديوم وتعمل لي امبيرد كونتراكتيليتي، بقى عندي الكونتراكتيليتي ضعيفه وفي كمان فازو دايليتيشن، دخلت في ايه؟ مور فيلير اند شوك، ودي المرحله النهائيه من السبسس. الارتيريو فينوس فيستولا بقى ايه؟ احنا عارفين ان الدم بيمشي في الارتري، بعد كده الارتريول، بعد كده الكابيلاري، وطبعا الارتريول والكابيلاري الريديوس بتاعهم صغير، فده بيزود لي الريزيستنس، ده بيعمل لي بلاد بريشر، تمام. طيب وبعد كده يمشي بقى في الايه؟ في الفينيولز، وبعد كده يتجمع في الفين. لو حصل لي فيستولا كده، لو في توصيله ما بين الارتري والفين، ايه اللي هيحصل؟ والتوصيله دي مباشره، اول حاجه ان حصل باي باس، انا الدم ما عداش على الارتريول والكابيلاري اللي فيهم ريزيستنس عاليه، فبدا الدم يقل، الفاسكولار ريزيستنس كده تقل، جزء من مكون الفاسكولار ريزيستنس اللي هو الارتريول والكابيلاري اتشال، الفاسكولار ريزيستنس الكليه قلت، قلل البلاد بريشر، عملت تيشو هايبو بيرفيوجن، وده مش هو ده الهاي الهارت فيلير، هيعمل له كومبنساتوري ميكانيزم عشان تحاول تعوض وتحسن ايه؟ التيشو بيرفيوجن. طيب اكسس بلاد مش في الدم مشي بعنف على طول في الفيستولا دي، كان بيمشي ببطء كده ويمشي بالريت المعقول في الارتريول وبعد كده الكابيلاري وبعد كده يتجمع ويعمل لي فينيول وهكذا، لا ده وصل على طول راح مدخل جزء كبير من الدم، فجاه راح دخل على الفينز وراح رايح على الرايت فينتريك، عامل لي فوليوم اوفرلود، غير كده الكومبنساتوري ميكانيزم هتعمل لي ايه؟ فوليوم اوفرلود، سولت اند ووتر ريتينشن، وده كله بالستارلينج لو هيزود الكونتراكتيليتي، هيزود الكاردياك اوتبوت، يبقى عندي هاي كاردياك اوتبوت، تمام. لكن كل اللي انا عمال اطلعه بايه؟ ماشي كاني بنفخ في قربه مقطوعه، بيروح رايح في الفيستولا دي ويروح متسرب، وبرده لازال عندي ديكريز الفاسكولار ريزيستنس وتيشو هايبو بيرفيوجن، يبقى انا كده دخلت في ايه؟ دخلت في هاي كاردياك اوتبوت هارت فيلير. عايزين نجمل كده تعريف والكوزس بتاعت الهاي كاردياك اوتبوت هارت فيلير. الهارت فيلر اللي فيه الكونتراكتيليتي نورمال والكاردياك اوت بوت نورمال ولكنه مش قادر unable to meet التيشو ديماندز، تمام. طيب يعني امتى يحصل الكلام ده؟ لو فكرنا شويه نقدر نجيبها. انا عندي كاردياك اوت بوت نورمال لكن مش قادر اوفي التيشو ديماند، حاجه من اتنين، يا اما الهاي تيشو ديماند، يا اما التيشو ديماند عندي هاي احتياجاتي زادت زي السيروتوكسيكوزيس، يا اما الكارديك اوتبوت نورمال والتيشو ديماند نورمال لكن السكه مقطوعه ما بينهم، في ديفكتيف كوميونيكيشن، الفاسكولار ريزيستنس قليله مخليه البلاد بريشر قليل، مخليه التيشو بيرفيوجن قليل، على الرغم من ان الكارديك اوتبوت نورمال والتيشو ديماند نورمال. ده بيحصل لي في حاجه من حاجتين، اول حاجه ديفيوز ارتريورال دايليتيشن، كل الارتريز والارتريولز حصل لها دايليتيشن، ده بيحصل في حالات الايه؟ حالات السيبسز اللي احنا قلنا عليها، هيقلل الفاسكولار ريزيستنس، يقلل التيشو بيرفيوجن، في نفس الوقت طبعا زي ما احنا شرحنا قبل كده بيزود الكاردياك اوتبوت. الحاله الثانيه اللي بيحصل ايه؟ في فيستولا باي باس بتعدي الارتريولر والكابيلاري بيتس اللي هي بتزود الريزيستنس، فتقوم الريزيستنس تقل وباي باس بيعمل لي فوليوم اوفرلود وندخل في الدايره، الثلاثه دول بيعملوا لي هاي كاردياك اوتبوت هارت فيلير. اتنين منهم بيعملوا ايه؟ بيقللوا الفاسكولار ريزيستنس اللي هو الديفكتيف كوميونيكيشن. يبقى انا خدت التلات امثله الاول علشان اوضح الفكره العامه بتاعه الهاي كاردياك اوتبوت هارت فيلير.
أعتذر عن الإطالة وأشكركم لحسن الاستماع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.